أنا بصاحب سمو الملك الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سفير دولة فلسطين في مملكة البحرين في فندق الخليج بمناسبة الذكرى 29 لإعلان قيام دولة فلسطين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المملكة ومجموعة من المدعوين. وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة تحياتي وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى قيادة وشعب فلسطين الشقيق بهذه المناسبة العزيزة، مجددا سموه موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية والحقوق العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق. من جانبه عبر سفير دولة فلسطين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على موقفه الداعم للشعب الفلسطيني، مشيدا بما يمثله سموه من قيمة وقامة خليجية عربية تحظى بكل الاحترام والتقدير إقليميا وعالميا، منوها بمواقف مملكة البحرين قيادة وشعبا في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه كاملة. تاريخ 15 نوفمبر من العام 1988 شكل منعطفا هاما وإيجابيا على مسار القضية الفلسطينية، إذ تم فيه إعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين فوق الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على مرأى من أعين العالم، وباعتراف ما يزيد على 80 دولة آنذاك عند نهاية العام ذاته. رغم المحاولات المستمرة التي يقدم على فعلها الاحتلال الإسرائيلي متفاخرا برعونته في طمس هوية أصحاب الأرض من الفلسطينيين، ورغم فظاعة نوعية تلك المؤامرات التي يحيكها في دجى الليل السياسي من أجل إخفاء صوت الحقيقة الذي لا يزال يسمع صداه في بيئة المناهضين للظلم منذ ما يزيد على 69 سنة، يأتي يوم 15 نوفمبر من كل عام ليقف مطولا عند تلك اللحظة التاريخية التي سطع وميضها في سماء إرادة سياسية اشتد عودها في رحم معاناة شعب يقبع تحت نير احتلال غاشم لغته التهويد والتهجير والقتل وتزييف الحقائق، عزيمة سياسية أفضت إلى إعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين عام 88 وتسعمائة وألف. عندما تم إعلان الاستقلال في المجلس الوطني في الجزائر عام 88 في مثل هذا اليوم، كنا ندرك أن أمامنا يعني مشوار طويل من النضال. الإعلان جاء نتيجة الانتفاضة الأولى، ولكن هذا الإعلان بدأ يتجسد إلى حقيقة مادية، والدليل عام 2012 قبلت دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة. نحن في هذا اليوم يعني أقمنا هذا الاحتفال لنؤكد للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني سيستمر في نضاله وفي عطائه من أجل الوصول إلى حقه في إقامة دولته ونيل حريته واستقلاله. إعلان استقلال دولة فلسطين فوق الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف عنوان قومي يحمل العديد من الرسائل المباشرة التي يتمحور مضمونها حول عدالة القضية الفلسطينية والنصرة الوافية لشعبها بالشكل الذي يحفظ لكيانها تلك المكانة التي تستحقها على الخارطة السياسية والجغرافية. مثل ما انت شايف يعني ما شاء الله المشاركة من شعب البحريني، لأن فعلا أشقائنا وتبقى دائما مع كل الظروف اللي نمر فيها في المنطقة، مثل ما دائما جلالة الملك أكد أن احنا عندنا ظروف صعبة قاعدين نمر فيها في العالم العربي في قضايا كثيرة، بس بتبقى القضية الفلسطينية القضية الأولى والقضية المركزية. الجالية الفلسطينية المقيمة في البحرين تفخر بعظيم المناسبة التي تنتمي إليها من قريب رغم بعد المسافة عن الأرض، مثمنة في الوقت ذاته وقوف البحرين الدائم إلى جانب قضيتها المشروعة. هاي مناسبة سنوية مهمة وعزيزة على قلبنا كفلسطينيين في الداخل وفي الشتات. دائما سفرتنا
بتحيي هاي المناسبة اللي احنا بنعتبرها هي ترسيخ وتأسيس وتأكيد على انه دولة فلسطين هي دولة مستقلة ذات سيادة، سواء كنا في الداخل او في مملكتنا الحبيبة. احنا دائما فخورين بأننا موجودين كجالية فلسطينية في مملكة البحرين، وطننا الآخر. الحمد لله هلا في اشي بنقدر نشاطر فيه بقية العالم والشعب العربي، ونضل نذكرهم انه في فلسطين، وفلسطين راجعة ان شاء الله كلها. 139 دولة تعترف حاليا باستقلال دولة فلسطين، وذلك ساهم إلى حد كبير في أن تصبح دولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012. هو حق الأرض على من بقي فيها، وحقها على من هجر منها قسرا، في الإبقاء على وحدة الكلمة والضمير تجاه قضية ما برح المناصرون لها يذكرون العالم أجمع بشقيه الأعمى والبصير، أن دولة فلسطين لها سيادتها رغم أنف مغتصب دخيل لا تهواه البسيطة التي تأمل في أن تتعافى يوما من ورمه الخبيث. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.